نقدمه وتعالوا نشوف اللي بعده. شكرا. عايزه اقول لك انت ممكن تحطي شويه توم بودره، بصل بودره وانت بتحمصي العيش ده بجد، وشويه بابريكا، شويه كمون، شويه فلفل اسود، اي حاجه، شويه زعتر، شويه روزماري، اي حاجه حطيها على شويه العيش دول وانت بتحمصيهم وشوفي حلاوتهم، هيلقطوه وهيحبوه. عندي هنا خلاص المشروم، بس ايه الجبنه تاخد لون. طيب تعالوا نشوف الوصفه اللي بعدها، يلا بينا. عندي ايه هنا بقى يا جماعه؟ عندي شويه بطاطس هعملهم بالشبت مايونيز. عايزه اقول لكم دلوقتي البطاطس اللي هي البيبي الخطيره الصغننه المحندقه دي موجوده، فهنعمل منها وصفه لذيذه جدا سهله جدا، تنفع سلطه، تنفع تتلقط يعني تتاكل كده، تنفع جنب اي اكل. هي في مجملها يا جماعه هتعجبكم جدا. تعالوا اقول لكم هي عباره عن ايه. بطاطس ايه المسلوقه اللي هي البيبي سلقناها وهنقطعها. طيب عندي هنا بصل احمر جوليان وخيار مخلل. يا سلام بقى لو الخيار المخلل اللي انتوا خللتوه معانا يوم الاحد بقى تطلعوا منه، ده لو لسه قاعد، احنا عندنا بيتخلل في يوم يخلص تاني يوم. وكمان زيت زيتون، مايونيز، عصير ليمون، خل ابيض، وشبت مفروم ومستردة. تاني نقول تاني المقادير. محتاجين ايه؟ محتاجين البطاطس المسلوقه اللي هي البيبي. طالما ما فيش بيبي يا فيفا عادي هتسلقي البطاطس بتاعتك وهي من يعني وهي مش متقشره، وبعدين تبداي تقطعيها وبرده هنتعامل بيها كده. طيب وبعدين عندي هنا بقى بصل احمر جوليان، خيار مخلل، عندي هنا حلقات زيتون، زيت زيتون، وعندي كمان مايونيز، عصير ليمون، خل، شبت مفروم ومستردة. بصوا بقى المخلل بتاعنا الخطير، بصوا بتاع يوم الحد تحفه، الحد اللي فات، بصوا عامل ازاي حكايه، بصوا لونه. لازم يا جماعه لو ما كنتوش لسه عملتوا المخلل معانا لازم تعملوا. عملنا مخلل الخيار والفلفل، وعملنا مخلل كمان الزيتون، وعملنا كمان هريسه الشطه، خطيره طعمها تحفه. طيب هعمل ايه بقى؟ عندي هنا البطاطس بتاعتي، فكروني يا شباب بيه المشروم، متهيألي كده خلاص كفاية. بسيط بسيط ويجنن. طبعا هسيبه بس يهدأ شوية علشان يبقى سخن، وهبدأ ان انا اشيله واحطه عندي هنا على البلانشا وهقدمه. زي ما قلتلكوا هحط بس رشة كزبرة في الاخر عليه، اديله بس شكل، لكن هو مش محتاج اي حاجة. بصوا عامل ازاي، بس سخنة قوي، خطير، والحشوة جواه بقى تجنن، وصغن، ورشة بابريكا، ماشي، بصوا حلوة قوي قوي. طيب هسيبه بس يهدى شوية عشان ايه اقدر اشيله، والجبنة طبعا ساحت على طول، وانا ما حطيتش عليه اي حاجه ولا زيت ولا اي حاجه، اعتمدت على ايه الجبنه. طيب تعالوا بقى نشوف هنعمل ايه في البطاطس. نجيب البلانشا بتاعتنا، وهبدا بقى اقطع البطاطس عندي كده نصين، اللي انا عامله ايه اللي انا سلقاها بقشرها. ليه يا فيفا بتسلقي البطاطس بقشرها يا جماعه؟ علشان ما هضرش منها، بس طبعا بغسلها كويس جدا. ازاي نغسل البطاطس كويس؟ بحطها في الحوض عندي وبغمرها بالميه، وابدا بالليفه الخضار اغسلها كويس جدا جدا، بعدين افضي الميه تماما من الحوض، وبعدين املى تاني، وبعدين احط عليها بقى شويه خل وبيكنج صودا وادعكها كويس جدا. دي بتبقى اخر غسله ليها. عايزه اقول لكم اي حاجه بتكون عالقه عليها مستحيل تفضل، بتنزل على طول، ودي احسن احسن حاجه ممكن اوصل لها علشان اخد بطاطسايه نظيفه فله كده اسلقها وانا مطمنه. طيب ايه رايكم لحد ما اقطع كده كميه البطاطس الحلوه اللي عندي دي، نروح لفاصل صغير ونرجع نشوف هنعملها ازاي وازاي هتعتمدوها بشكل كبير جدا الفتره الجايه. استنونا. Thank you.
خطير يا جماعه، انتوا لازم تجربوه، تحفه وريحته حلوه جدا جدا. طيب هحطه كده اهو، وهرش عليه رشه ايه، بابريكا كده صغننه علشان تديني لون حلو على الجبنه، ممكن رشه زعتر، ممكن رشه ايه، كزبره خض، اي حاجه بقى، خطير. طيب نيجي هنا للزيت. خلاص عندي هنا حطيت زيت زيتون، وهبدا ارصص البطاطس بتاعتي دي كده اهي، بقرمشها بحرمشها كده يا جماعه، بدلها ايه تقليبه حلوه في زيت الزيتون. اولا زيت الزيتون بيخلي ليها لون وبيخليها كريسبي جدا او كرانشي. يعني ايه كرانشي؟ يعني تبقى كده بقرمشها من بره وهي لسه طريه، كحالة البطاطس عموما انها بتبقى طرية من جوه. زيت الزيتون اهو، وهحط لها كمان شوية ايه توابل وبهارات خطيرة. طبعا ممكن ايه، مش عايزين شوية زيت زيتون كده كتار، ممكن نقلل، ممكن نحط فين، في الفريزر زي، لا في الفرن زي ما متعودين، خلونا نقليها في الفريزر. وشاهد قبل الحذف. هقطع بطاطس تاني، عايزة املى عندي هنا الايه الطاسة اهي، اخر حاجة، ونرش رشة ايه ملح، فلفل اسود، كمون، بابريكا برضو، دول اساسيين عندي في مطبخي. وعايزه اقول لكم انا دايما بعتمد على يا جماعه البابريكا ان هي لون اكتر من طعم، البابريكا المدخنه هي اللي بتبقى عندي طعم اهو. طيب وادي البابريكا اهي، تديها كده لون. وعندي هنا كمان الكمون، ريحتها طلعت، والفلفل الاسود. تمام كده، تمام كده. تعالوا بقى نبدا نقلب فين، في البطاطس بتاعتنا دي، ونشوفها بقى شكلها عامل ازاي. بصوا بقى بدات تاخد لون ازاي، هسيبها تاني كده. بصوا البهارات دي بقى هتساعدها ان هي تاخد لون اسرع اهي، وطعم كمان. طيب هنعمل ايه دلوقتي؟ تعالوا نعمل الدريسنج بتاعها الخطير. سبردت اللي هو عباره عن ايه، يلا بينا همسح بس كده عندي هنا. ده عباره عن ايه، احنا اتفقنا مستردة ومايونيز، هتعجبكم قوي، تعجبكم قوي. خلاص وعندي هنا كمان الليمون، واقلب اقلب، عندي الشبت اساسي، وعندي البصل كل ده كده عندي هنا، وعندي كمان الخيار المخلل بتاعنا، واقلب كويس كده كله. تعالى نحط نقطة خل، وممكن كمان نحط نقطة عسل ابيض اضافه من عندي انا كمان، وبس كده نقلب نقلب. تخيلوا بقى البطاطس تطلع لي من هنا عطشانه، عطشانه يعني ايه؟ يعني يا جماعه ناشفه، فلما تكون كده عطشانه وناشفه تشرب من الصوص، فتخيلوا طعمها بقى اهي، بدات تاخد لون عندي. قلبها كلها خلاص، اقول لها كده ايه، خدي لون خطير، عطشانه يعني ايه يا جماعه؟ يعني تطلع ما فيهاش ميه، فتشرب بقى من الحاجات اللي هتلاقيها، تعمل تش كده، او ما تعمل تش كده في الحاجه اللي انا حطاها دي، فتبقى واخده كده من الطعم. طيب لحد ما تاخد لون حلو اللي انا عايزاه.